تشاهدها في قوة التنافس في الليغا مثلا. حجازي يقطع الكرة بالرأس طويلة ملعوبة. أحمد حجازي لمس الكرة، أحمد فاضطر أن يبعدها، كان يحاول على سوانزي 3-1. وآخر مباراة تعادل مع تشيلسي تشالبن وحافظناه بقوة قدمه اليسرى. أحمد حجازي، حجازي يعيدها لحارس المرمى بين فورسا، طويلة ملعوبة. لكن أحيانا في مباريات الصفر صفر عندما يبدع الحراس ويتألق المدافعون أيضا هذا الشيء يسعدنا. هذه كرة عالية على الزاوية البعيدة، أولجيت عمل عملية مساندة، وكرة عالية خطيرة. حجازي يبعدها بالرأس، دخل روبسون كانوا قبل قليل مكان العرضية داخل منطقة الجزاء، وكرة خطيرة. لكن أحمد حجازي، وهذا أحمد حجازي يتقدم في الكرة الثابتة. أحمد يسيطر على الكرة، يلعبها ويحصل ركنية سيصل إلى 646 646 مباراة. لعب لدقائق قليلة أمام سوانزي، كرة تعود من جديد. إيفرتون يحاول أن يحقق دقيقتين على نهاية هذا اللقاء السلبي، السلبي في نتيجته. وكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن فورسر سيطر على المرتين. عمار نيازي اللاعب، كرة عالية برأس أحمد حجازي، الفريق شيئا. ويست بروميتش ألبيون قدم أسماء كبيرة في الكرة.